أخواني وقت نصف الجمال أقسى محل لأنه قوى السلام وضعف بيك في أستاذ سيبا فيها التسوى أنا أرجع لك باش نعزي بضح مغزات ديني باش نسوى الكلمة النيو التي عفوتون هذا الشهر واه قيمة بات بات أيوة كيزة الإخوان استاذ الحضور الذين يحضرون معنا هذا اللقاء المبارك في البداية أريد أن أتقدم بالشكر الجزيل لمن فتح لنا باب بيته لنجتمع في هذه المناسبة الكريمة وهي مناسبة نادرة الوقوع في محيطنا وهي مناسبة أدبية بامتياز سنتشرف فيها جميعا بحضور أخوينا الأخ صلاح الوديع الغني عن التعريف الأديب والشاعر والكاتب والرقاص إلى غير ذلك والكل يعرفه وبجانبه يحضر معنا كذلك أخونا عبد الوحيد خوجة وهو ابن مدينة أزغرغان الشريفة ابن المنطقة وهو كذلك غني عن التعريف يحضران معنا هذا اللقاء المبارك قلت النادر في حدوثه في منطقتنا
لأنه لقاء أدبي فكري بامتياز، وذلك لتشريفنا بالتقديم لكتابيهما، أحدهما لعريسنا الأخ صلاح الوديع تحت عنوان العريس في طبعة جديدة أعتقد، وكذلك للكتاب الآخر لأخينا عبد الوحيد خوجة الذي عنونه كما هي العادة وهو مشاغب حتى في فكره وكتاباته، عنونه بعنوان شروق الغروب، إشراق الغروب عفوا، إشراق الغروب. سنعصر دماغنا جيدا لنفهم هذا العنوان ونفك تراسيمه، طبعا لأنه ألف هذا النوع من التفكير في حياته. ولذلك أقول مرة أخرى، نجدد الترحاب بكم باسم أخينا عبد القادر سلامة الذي استقبلنا في بيته، ونطلب له من مناسبة كذلك أن يتقدم لنا بكلمة ترحيبية من إخوانه الذين يحضرون معنا هذا اللقاء. أكيد أنه بعد الاستماع لتقديم الكتابين سيكون المجال مفتوحا طبعا لمناقشة مضمون الكتابين وبالحرية المطلقة من طبعا، لكي نتطلع على مضمون الكتابين، وكلما تفحصناهما كلما زاد طبعا اغترافنا من إنتاجهما ومن مضمونهما الذي بالتأكيد سيكون شيق. مرة أخرى مرحبا بالجميع، وأعطي الكلمة للأخ عبد القادر السلامة إن أردتم أن تتفضلوا بكلمة ترحيبية لزملائكم في بيتكم الكريم. كنت في البداية حاولت أن أرحب بكم، ولكن حينما تفحصت الوجوه الحاضرة معنا وجدتهم كلهم أصدقاء سبقوا دخلوا هذا المنزل مرات ومرات، إلا اثنين، الأخ الشاعر صلاح وديع، وكذلك أخ عبد الواحد خوجة. إذن باسمكم جميعا أرحب بهما وأشكرهما على الفكرة التي جاءوا بها باش يقدموا الكتابين اللذين كتبهما كما سبق الأخ سي عبد الرحمن الشن لذكرهما. فبغيت نخليكم مع التقديم ديال الكتابين، واعتقد انه بعد ذلك غادي نشوفوا هذين الصورتين اللي غادي يكون كل واحد غادي يحلم وغادي يفكر وغادي يشوفوا ما بهما في هذين الكتابين. تفضل لازم. شكرا شكرا اخ عبد القادر سلامة على هذه الكلمة الطيبة. وقبل أن أعطي الكلمة للأخ صلاح الوديع، أريد مرة أخرى أن أسجل بسعادة كبيرة جدا هذا اللقاء، قلت نادر الحدوث عندنا في اللقاء، ونتمنى أن يكون بادرة وفكرة نبتة ستؤسس لبناء فكر جديد من مثل لتكثر مثل هذه المناسبات الأدبية العلمية الفكرية، وذلك لتساهم في محو الصورة النمطية التي رسمت على مدينة الناظور على اعتبارها أنها مدينة الماديات فقط. إن مثل هذه المناسبات ستسعدنا كثيرا إن تكررت من طبيعة الحال، ونتمنى أن تكون هذه فاتحة خير للتأسيس لفكر ولثقافة ولأدب جديد في منطقتنا. مرة أخرى أرحب بالجميع وأعطي الكلمة للأخ صلاح الوديع في تقديم شحجة. تفضل كلمة. تفضل السيد صلاح. مساء الخير، أولا كلمة شكر لصاحب البيت على كرمه وعلى استضافتنا جميعا،
وللأستاذ مشن وللكلمات الجميلة التي أتمنى أن أستحقها في حقي. وأريد أن أقول كلمتين في حق هذه المنطقة. أنا شخصيا لم أزور منطقة الريف في شبابي، لأن شبابي تعلمون أين قضيته أو جزءا منه، لكن حينما كتبت كتابي العريس لأول مرة كان السبب في زيارتي للحسيمة كي أوقع بهذا الكتاب هو صديقي نفسه عبد الواحد، ولن أخجل تواضعه بإعطاء التفاصيل، لكنه كان السبب في أن أكون بالحسيمة أعتقد سنة 1999. ثم عرفت الحسيمة وعرفت النضوب وعرفت الزغنغن في خلال عملي بهيئة الإنصاف والمصالحة لكي يتم الكشف عن حقائق الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها بلادنا في السنوات الصعبة، وانطلاقا من قمع انتفاضة الريف كما تعلمون بعد بعيد الاستقلال مباشرة. وهكذا كان لي شرف أن أزور المنطقة على الأقل 22 مرة، فإذا استطعت أن أتدارك كل ما فاتني من معرفة ومن زيارة ومن تعرف، إلى حدود أنني قلت في حديث ودي مع صديقي وأخي حكيم بن شمس رئيس المجلس حاليا، لكن حينما لم يكن أنا ذاك رئيسا قلت له لقد استحققت حقيقة أن تعتبروني ريفيا مثلكم. فإذا عندي قرابة إذا أردنا روحية بالمنطقة. وحينما كان الأخ أشن يتجاذب مع أطراف الحديث وتحدث باللغة الأمازيغية عوض العربية، قال لي أنا حينما أتكلم بالعربية فكأنما أشتغل، وأريد أن أجيبه. وهذا يعرفه صديقي المناضل والمفكر أحمد عصيد الذي هو أمازيغي ليس من منطقة الريف ولكن من سوس، الذي أقول دائما وحتى لو لم أكن أمازيغي اللسان فثق بأنني أمازيغي القلب. فإذا شكرا مجددا للأستاذ سلامة على الاستضافة، وشكرا للأستاذ وشن على التقديم. الله عليك. شكرا جزيلا للأخ صلاح الوديع الذي كما قلت في البداية هو غني عن التعريف. أكيد أن جميع الإخوة الذين يحضرون معنا هذا اللقاء سبق وأن قرأوا لك أو تعرفوا عليك من خلال مشاركاتكم في البرامج الكثيرة التي تشاركون فيها، سواء في الإعلام السمعي أو البصري أو في كتاباتكم التي لا تبخلون بها في مختلف الصحف. أريد بعد هذا أن أعطي الكلمة للأخ عبد الواحد خوجة في شهادة كتم سرها. شخصيا لم يطلعني على مضمون هذه الشهادة لأنه ألف المفاجآت وألف أن يفاجئ الناس، ولذلك فشهادته لست أدري بأي جهة تتعلق، ومضمونها لا يعلمها إلا هو، ولذلك سأعطي له الكلمة لإلقاء هذه الشهادة. تفضل الأخ عبد الواحد خوجة في شهادتكم التي أكيد أنها ستفاجئنا جميعا لأنك عودتنا بالمفاجأة. تفضل. شكرا الأخ عبد الرحمن. سأبدأ ببيت شعر للشاعر نزار قباني يحفظه معي صلاح: وجف الكلام بحنجرتي وذاب أمات اللسان وذاب الفم. أنا محرج بل الكلمات تتزاحم بين عقلي وفمي، فاعذروا دهشتي لأنني أقف متأطئ الرأس خجولا مذلولا أمام أساتذتي، أمام أستاذي وأستاذ الأجيال أستاذ حسن سحنون الذي جعلني أعشق حديث الأربعاء وكل ما كتبه نجيب محفوظ، بل أنه فاجأنا يوما بأن طلب منا أن نقرأ بشكل جماعي قصة الحضارة من 30 جزء. أقف متأطئ الرأس خجولا كذلك أمام أستاذي
حسين الفهيمي الذي تعلمت منه لا أقول علم التحليل ولكن فن التحليل، وأقف متقطئ الرأس أمام أستاذ تجهلون أنه كان من أساتذة الأوائل رغم شبابه. سي محمد بوجيدا كان أول أستاذ للغة الفرنسية في مستي. والذي علمك الشغف. واش نقدرش نقيم بعدي ستأخذ. لا لا غير مالك أعفيناك من الوقوف السيئة. إذن كنت أقول في الأول أن من علمني حرفا صرت له عبدا فأنا عبدا لأساتذتي. مناسبة النص أنني التقيت بالسي عبد الرحمن السي عبد القادر سلمى مرات عديدة في الرباط، لكنني خجلت كل مرة أن أحكي له تفاصيل قصة مؤلمة في جوانب منها ومفرحة في جوانب أخرى. لذا استسمحكم لأن النص طويل نسبيا، طلب مني أول من يقرأ لي صلاح الوديع، وأشهد أنه قرأ أول عمل تجرأت على كتابته في 99، فأمرني قائلا أكتب، فكتبت ونشرت نصا باسم المستعار وحيد بوفروني. واليوم هذا النص إلى قاد السي عبد الرحمن كعبوش، ولكن هو شاف لأنني أشركه في كل شيء في حياتي الأدبية والعلمية. عنوان النص: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، صدق الله العظيم. إخوان الله يجزيكم بخير، نص شوية طويل، إلا شتكم غادي نتكرس عليكم صفقوا باش نسكت ماشي باش نسكت. تائه في الرباط بين شارع مولي رشيد ومقهى بلمة مع ما تبقى من الأصدقاء يوسف فيصل وبعض رفاق الجندية، خبر تخلي الحكومة عن التزامها بتشغيل خريجي الجامعات الذين قضوا فترة الخدمة المدنية يروجوا في أرصفة المقاهي في الرباط البيضاء ومكناس. يتعلق الأمر بقرار ذي طابع بنيوي دشنت به الحكومة الإجراءات التقشفية المملاة من طرف صندوق النقد الدولي، ولن يشمل هذا القرار حسب بعض ما تسرب من الدوائر الحكومية الجامعيون الذين قضوا فترة الخدمة العسكرية. يصل الخبر إلى المجندين الذين تلقوا تكوينهم العسكري في الأكاديمية الملكية العسكرية مكناس ليقرروا الالتقاء في الرباط والتجمع في مقهى بلمة ملتقى الحاكمين والموعودين والمكذوب عليهم، مملكة صغيرة يصول بها ويجول سلطانها. نكتب أسماءنا في لائحة سويت على عجل سي حسن، سويت على عجل الذي دير تحسين فلوس وصديق يا كسيفين، في لائحة سويت على عجل ثم كلفت بالاتصال بمصالح الوزارة الأولى باعتباري ممثلا عن المجموعة ولأني كنت بتواضع شديد متفوق الفوج. بدأت الاتصالات بالكاتب العام الوزارة الأولى في حكومة المرحوم نعطيب عبيد، تعرفوا سي سلامة سي العفير يا كسيفين، وستسفر هذه المساعي عن إخراج الحكومة من دواليبها لمرسوم يعين من مقتضاه الضباط الاحتياطيون في بعض الوزارات كالعدل والداخلية. لم تكن هذه التعيينات لترضي الجميع لتبدأ عملية التدبير الشخصي، مما نتج عنه تفتت المجموعة. تصل الأخبار تباعا: فلان وظف في شركة العمل العقارية وآخر في البنك الشعبي الآخر. وصلني قرار تعييني في وزارة الداخلية. تذكرت للتو القيادة والمقدمين والشيوخ. علاقتي بالداخلية دشنتها يوم وجدت نفسي معتقلا في حفرة ضيقة لمقر القيادة بزنغان، وشطط القائد الذي أمر أبي بالتوقف عن الأذان لأنه تجرأ وطالب باسترجاع مكبر الصوت لاستعماله ليوم الجمعة والذي صادف آنذاك مناسبة وطنية. اعتبر القائد أن في إلحاح الوالد على استرجاع المكبر خروجا عن طاعة الحاكمين، فقرر إخراجه من رضا المخزن. توجهت إلى مقر وزارة الداخلية، قابلت بعد عناء من يعتبر اليد اليمنى لإدريس البصري، كان يسمى بن كيران ولا علاقة ليد هذا بذاك. عينان متقدتان كقط متأهب، كلامه يشبه الصوت، قال لي بنبرة حادة: عليك أن تتصل بالكاتب العام للوزارة سي محمد الحجاج، اسم كان له وقع خاص في ذاكرتي، كان عاملا
في الناظور في بداية السبعينات، وهو الذي رخص لأول مرة لمظاهرة طلابية تاريخية أصدر بعدها الأمر باعتقال بالحسني، مريم بالقيد، بوعنان وكل من يعرف عنه أي معلومات. دخلت عليه بعد أن أخبرت معاونيه كانوا كفرا غلاظ شداد، جاءني الأمر أن أجعله مكتبه. قابلني بمودة بالغة، أخذ مني قراري، نظر إلي مليا وقال: أنا أعرف العائلة، أنت لا تصلح أن تشتغل وزارة الداخلية. تذكرت وأنا أستمع إليه أنه كان وراء اعتقال أستاذي حسين فهيم. عدت للتو للتسكع بين شارع محمد الخامس وقلعة الهدايا. تقلصت مجموعة بليمة، تصل الأخبار تباعا، لم يبق من المجموعة إلا كمشة من الضباط الاحتياطي منهم أنا. ضاق العيش. أم ينخرها مرض السكري، وأب قابع في حجرة من جراء إعفائه من التوجه إلى المسجد بعد 30 سنة من التذكير بالصلوات الخمس، يستنفره الأذان ولا قدرة له على التحرك والوصول إلى محرابه، حالة السلطة دون ذلك، وجد نفسه مواجها بتهمة إهانة رموز الدولة. توقف الأخ الأصغر عن الدراسة وتفرغ للاشتغال بحمام الوالد لإعالة الأسرة ومواجهة المصاريف الطبية الناتجة عن مرض الوالدين. دفعني الأمر مضطرا إلى التحرك في وجهات متعددة. ضاقت بي الأرض بما رحبت، إلى أن جاء يوم صباح الجمعة 13 مارس 1981. خرجت كعادتي من لقاء مع الكاتب العام للوزارة الأولى. في آخر درجات السلم شاهدت شخصا أعرفه، تحاشيته، رآني، مد لي يده سائلا عن سر وجودي هناك. حكيت له مزهوا عن لقائي بالسيد عفير، كان يعرفه. طلب مني بلطف أن أصحبه إلى مكتبي، أتبعه مضطرا. لم أكن أود أن أكلم في موضوع وضعيتي أحدا. ما تبقى من أفكار اليسار كان يبعدني عن الالتجاء للمعارف، من كانوا يعتبرون آنذاك خصوما سياسيين. دخلت معه مكتبه، وقعت عيناي على شخصين أعرفهما، مصطفى والحاج طاهر أمرينو، رئيس ودادية العمال والتجار المغاربة في هولندا. سلمت. سي حسن كطحنا بالورق سيرة تعلمنا منك. سلمت. طلب مني صاحب المكتب ناخذ مكاني. ترددت. سألني الحاج طاهر نحوالي أبي ملكن إياي بما أسداه له من خدمة عندما قبل أن يرافق أمه المريضة لأداء فريضة الحج. كان الحاج طاهر يتكلم بصوت عالي جدا. في لحظة غفلة أخذني من يدي وخرج بي إلى الممر حيث مكتب الوزير. حكيت له ما أنا فيه من هياط ومياط، ليست الغفران المعري. سمعته يقول بصوت عالي: أينكم يا أهل الريف؟ انظروا أن فلان، هل تعرفون أن فلان ابن فلان وحفيد فلان يتكرفص عليه إداري الرباط وأنتم تتفرجون؟ أحس صاحب المكتب أنه وقع في حرج. غاب لدقائق، خرج فيها، دخل فيها للوزير، أخذ منه إذنا ثم أمرني أن أتبعه. الممرات جميلة تؤدي كلها القصر الملكي العام. صمت يعم المكان. فجأة يدق بابا ثم يدخل دون استئذان. قال لي وهو يأمرني أن أجلس فوق كرسي: لا تتحرك، سأعود إليك بعد بضع دقائق. مرت الدقائق كالدهر. رأيته خارجا وفي يده ورقة. سألني: هل تريد أن تشتغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ سكت. اعتقدت أنه يكلمني عن المريخ أو عطارد. قلت له: أين يوجد مقر الصندوق؟ قال لي: في البيضاء، وله فروع في كل مناطق المغرب. لم أدع الفرصة تمر لأذكره أنني أود الاشتغال في الناظور سعيا وراء الكل من العائلة. جاءني صوت فيه الكثير من الصرامة: إذا أولني البيضاء وربما سيرسلونك إلى الناظور. عدنا إلى المكتب، في يده قرار وتوصية. دخلت المكتب ورقة، حكيت الحاج طاهر الذي كان ينتظر تفاصيل ما جرى. لم تظهر علي أي علامة من علامات الرضا، مما جعلني أشك في الأمر. لاحظ حيرتي، قلت بشكل غير مطمئن. قال بشكل مطمئن: مع هؤلاء الإداريين إن أعطوك خبزة لا تثق حتى بعد أن تأكلها. قال لي: بشلها. وقفت لأودعه، وقف هو كذلك ليصافحني. اقترب مني كثيرا، همس في أذني متسائلا: هل تحمل نقودا؟ أجبت بالإجابة، ولم أتجرأ أن أعترف أن في جيبي 16 درهما بالتمام والكمال. وضع يده بسرعة في جيبي وأخرج رزمة من أوراق نقدية ثم وضعها بشكل مستتر في جيبي. رفضت
لكنه ضغط علي قائلا هذه لأبيك. تضارب انصرفت تضارب الأفكار والرؤى جعلني لا أحس بالمسافة بين مقر وزارتي وشارع محمد الخامس. دخلت دار يوسف وخرجت الرزمة من جيبي، قمت بعدها ورقة ورقة، كان مجموعها 4000 درهم. أخذت منها 1000 وتركت 3 لأسوء التوقعات، ثم نزلت إلى شارع محمد الخامس ناوي على خزيت. مرت نهاية الأسبوع ثقيلة، صباح يوم الاثنين فتحت الغلاف مرة أخرى، قرأت قرارة بتعييني في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معها بطاقة شخصية مكتوب عليها موعدك محدد في مكتب المدير العام على الساعة 9 صباحا يوم الاثنين. أخذت قطار 6:30، كان قادما من وجدة ممتلئا على آخره. نزلت في محطة القطار في الدار البيضاء بعد 1:30 أو أكثر بقليل. في تمام الساعة 9 صباحا من يوم الاثنين 16 مارس 1980، وأنا واقف في ممر خالي من الموظفين في مقر الصندوق، سمعت صوتا جميلا اعتقدت أنه صادر عن ملاك. توقفت تيقنت أن السيدة صاحبة الصوت تناديني باسمي. لم أصدق أذني، كان قلت كل هذه العناية بي؟ سيدة جميلة ذات صوت رخيم تطلبني أن أتقدم لمقابلة السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهكذا أيها الأعزاء، وجدت نفسي أدخل هذا الصندوق لأبقى فيه 25 سنة. كان ذلك بفضل السيد صاحب المكتب، صاحب هذا البيت الذي تفضل مشكورا بتكريمي 35 سنة بعد، وما أظنه يتذكر كل هذه التفاصيل. إنه السيد عبد القادر سلام. شكرا. Oh, my God.